الشهر العاشر من الحرب، دخلت الجبهة من الجانبين في مرحلة عض الأصابع، فمن يصرخ أولاً؟ اغتالت إسرائيل المسؤول العسكري الأعلى في حزب الله. توعد الأخير برد موجع، لكنه تأخر بسبب سياسة التأنيب في اختيار الهدف كما قال. استنفرت إسرائيل قدراتها وأطلقت كل أنواع مسيراتها في الأجواء اللبنانية للمسح والرصد وربما التصدي والاستهداف. تؤازرها طائرات حربية مستعدة لملاحقة مسيرات حزب الله والسعي لتعطيلها. وفي الوقت الضائع، لا مانع من خرق جدار الصوت في الجنوب وبيروت وصولاً إلى جبل لبنان. فإسرائيل التي يعيش معظم سكان مناطقها الشمالية بالقرب من الملاجئ ترد على قاعدة التماثل باعتماد استراتيجية خرق جدار الصوت بشكل يومي لتزيد منسوب هلع اللبنانيين. هذا التكتيك العسكري يحدث دوياً هائلاً وضغطاً كبيراً في الهواء جراء تجاوز الطائرات الحربية سرعة الصوت. ليس من أهداف مباشرة لهذا التكتيك سوى التذكير بالسيطرة الجوية لإسرائيل، رغم استخدام حزب الله مرات عدة صواريخ أرض جو للتصدي للطائرات الحربية. يعفي هذا التكتيك إسرائيل من استخدام الصواريخ والقذائف على حد سواء، لكن أثره في النفوس بالغ. إذن ترهيب اللبنانيين، هذا تحديداً ما تسعى إليه إسرائيل، لا سيما بعد إطلالة نصر الله الأخيرة حين قال إن الحرب النفسية والقلق الكبيرين في إسرائيل جزء من العقاب في سياق رد الحزب على اغتيال فؤاد شكر. لم يدخر حزب الله وإسرائيل وسيلة من وسائل المواجهة المباشرة وغير المباشرة العسكرية والأمنية والنفسية في هذه الحرب، فمن الذي سيصرخ أولاً؟ دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من مرجعيون على الحدود الجنوبية.